السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على نوع من انواع المعادن الثقيله السامه جدا اللي احنا كلنا متعرضين ليها شئنا ام لم نشا، وتاثيرها مدمر للجسم كله وللجهاز العصبي. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. المعدن ده هو معدن الزئبق. معدن الزئبق من المعادن الثقيله جدا السامه. هنتعرف على نقاط معينة في هذا الفيديو، هنتعرف مين الناس أكثر عرضة للتسمم بمعدن الزئبق، هنتعرف أيضا إيه الأعراض اللي بتبان علينا سواء في الأطفال أو في الكبار أو في الحوامل اللي تدل على سمية الزئبق أو تعرضنا لسمية الزئبق. الحاجة الأخرى المهمة قوي، إزاي نتخلص من الزئبق بصورة طبيعية ومكملات طبيعية. أول نقطة، النقطة المهمة قوي، مين الناس بقى أكثر عرضة للتسمم بالزئبق؟ معظمنا عن أكثر عرضة للتسمم بالزئبق، وهتلاقوا أعراض كتيرة ممكن تكون عرض أو اتنين موجودين عند حد منكم. أول ناس متعرضة لتسمم بالزئبق الناس المركبة حشوات معدنية فضية. الحشوات المعدنية الفضية دي اسمها بالإنجلش أمالجم، بتحتوي على زئبق بنسبة 50%، وده فعلا له أثر سلبي على الجسم على المدى البعيد. بيعمل ريليز، الحشوات دي بتعمل ريليز للزئبق ويزيد تدريجيا واحدة واحدة، تعمل سمية الجسم كله وتدمر الجسم كله. لدرجة إيه؟ عملوا دراسات في جامعة جورجيا ووجدوا إن الناس اللي هم لديهم حشوات معدنية بمعدل 8 حشوات في الفم، نسبة الزئبق عندهم أكتر 150% من الناس الذين ليس لديهم حشوات معدنية فضية اللي هي الأمالجم، اللي هو بيحتوي على 50% من تكوينه من الزئبق. ده يبين قد ايه الحشوات المعدنيه دي سامه جدا وبتاثر على الجسم وتؤدي الى زياده نسبه الزئبق في الجسم على المدى البعيد. الناس الاخرى، الناس اللي هي بتتناول الاسماك اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الزئبق، زي ايه؟ زي الماكريل، زي التونه، في اسماك كمان اكبر حجما زي القرش، زي ابو سيف، زي البلاط. كل ما كبر حجم السمكه كل ما كان في جسمها نسبة أعلى من الزئبق، لأن الأسماك الكبيرة بتتغذى على الأسماك الصغيرة اللي هي فيها أيضا نسبة صغيرة من الزئبق. بس أكتر نوعين إحنا متعرضين ليهم الماكريل والتون. أيضا الأطفال بسبب التطعيمات، في بعض التطعيمات موجود فيها نسبة زئبق زي تطعيم الإنفلونزا، والإف دي إيه رفضت إن هو يبقى موجود وبدأوا يشيلوه من تطعيم الإنفلونزا، لكن ما زال في بعض التطعيمات فيها نسبة من الزئبق. أيضا كثرة الأسنان أكثر عرضة بسبب مهنتهم، لدرجة ان عملوا دراسات على دكاترة الاسنان في امريكا، وجدوا ان نسبة الزئبق الموجودة في دم دكاترة الاسنان في امريكا 15 نانو جرام برملي. قبل ما نعرف 15 نانو جرام برملي دي، لازم نعرف النسبة المسموح بها من الزئبق. المفروض الزئبق يكون في جسمنا زيرو زيرو، المفروض ما يبقاش موجود خالص في جسمنا. الحد المسموح من 1 لـ9 نانو جرام برملي. وجد دكاترة الاسنان عندهم في جسمهم نسبة الزئبق 15 نانو جرام برميل. ايضا العمال اللي بيشتغلوا في المصانع اللي هي بتحتوي على نسبه عاليه من الزئبق، العمال دول اكثر عرضه للتسمم بالزئبق، عشان كده بيعملوا لهم فحوصات دوريه عشان يطمنوا على نسبه الزئبق في الدم. مهم جدا نعرف ايضا ان في مكملات غذائيه احنا بناخدها، زي مثلا الاوميجا 3 اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الزئبق. عشان كده في فيديو الاوميجا 3 لما تناولت الثلاث فيديوهات الاوميجا 3 اتكلمت على نقطه مهمه قوي ووضحت نقطه مهمة. مهم جدا نركز على نوع الأوميجا 3 الخالي من الزئبق، الخالي من الزئبق. طيب ايه الاعراض بقى اللي بتبان علينا؟ الاعراض اللي بتبان علينا في اعراض كده شديده شويه حاده نتيجه السميه بكم كبير في وقت قصير، وده اكثر عرضه للعمال الموجودين في المصانع اللي هي بتحتوي على نسبه عاليه من الزئبق. زي ايه؟ زي ممكن يحصل غيبوبه، ممكن يحصل ضيق في النفس، ممكن يحصل قيء، ترجيع، التهابات في الفم وقرح وتورم في اللثه. دول اكثر عرضه للتسمم حاد، ودول بيبقى علاجهم اساسا حاجه في مراكز السموم، حاجه اسمها اديتا. الاديتا دي بتعمل كيليشن لكل المعادن الموجوده الثقيله الموجوده في الجسم، مش بس الزئبق، الزئبق والحديد والنحاس. الناس بقى المتعرضين للزئبق بصوره بسيطه تدريجيا واحده واحده بيزيد في جسمهم. زي مين؟ الناس اللي هم عندهم حشوات معدنيه فضيه. دول المعدن ده بيحصل له ريليز في الجسم تدريجيا مع مضغ اللبان او اثناء الحشو، بيزيد في الجسم تدريجيا على المدى البعيد. فممكن الاثر السلبي لهذه المعادن بيبقى تراكمي، بيزيد يزيد يزيد لغايه لما يوصل لنسبه يعمل اعراض زي اللي انا هقولها دلوقتي.
ايضا الناس اللي بتتناول الاسماك اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الميركري زي الماكريل وزي التونه ايضا بيحصل لهم تسمم تدريجي لغايه لما يزيد لمستوى معين يظهر الاعراض اللي انا هقول عليها. الاعراض دي بتتركز اساسا في الجهاز العصبي. طب ليه بتتركز في الجهاز العصبي؟ لان الميركري او الزئبق بيحب قوي الدهون، والدماغ اساس تكوينه الدهون، فبيأثر على الدماغ وبيأثر على الجهاز العصبي وبيدمره فعلا. فمن ضمن الاعراض ممكن يعمل ضبابيه في الدماغ في البداية، بعد كده يعمل الزهايمر، بعد كده يظهر اعراض باركنسون، رعشه، خطوات غير مظبوطه، ضعف في العضلات، بيعمل اكتئاب ايضا، بيأثر على القلب احيانا. كل ده بيحصل تدريجيا واحده واحده واحده، عرض تدريجيا يظهر. اي حد عنده عرض من دول لازم يعمل نسبه الزئبق في الدم، ولو عنده حشوات معدنيه فضيه يتخلص منها تحت اشراف طبيب طريقه معينه بحيث تحميه وتحمي الدكتور من هذا المعدن السام. الحاجه بقى المهمه قوي الحوامل، الحوامل مشكلتهم كبيرة قوي، لأن الحامل لو تعرضت للزئبق أثناء الحمل، وكان هي أساسا الزئبق في جسمها قبل الحمل كتير، وكمان أثناء الحمل تعرضت لنسبة عالية من الزئبق زي تناول الأسماك اللي بتحتوي على نسبة عالية من الزئبق، أو زي الحشوات المعدنية الفضية الموجودة في الفم، ده بيأثر على الجنين لأنه بيبقى موجود في دم الأم وبيوصل للجنين وبيعمل تخلف عقلي، وممكن يعمل يأثر على الرؤية ويأثر على السمع ويأثر على الحركة ويعمل توحد، بيأثر على الطفل كلية. فعشان كده مهم أوي الحوامل أثناء فترة الحمل يتجنبوا تناول الأسماك اللي بتحتوي على نسبة عالية من الزئبق. وتعمل دراسات على السيدات في أثناء مرحلة الإنجاب في أمريكا، وجدوا أن كل 12 سيدة واحدة منهم عندها نسبة معدن الزئبق أكثر من المعدل الطبيعي، وده يعرضها أن هي لو حصل حمل للأسف ممكن يأثر على الجنين ويعمل تشوهات في الجنين. الحاجة المهمة أيضا إيه الفحوصات اللي نعملها عشان نعرف إن إحنا عندنا زيادة في نسبة معدن الزئبق السام في جسمنا. أول حاجة عينة دم، بيقيسوا الزئبق في الدم، بيقيسوا الزئبق في البول، في عينة بول، بيقيسوا الزئبق في الشعر، بيعرفوه من الأماكن دي ويعرفوا إذا كان فعلا نسبة الزئبق الموجودة في الجسم تعدت الحد المسموح به أو الحد الآمن له ولا لا. طيب إيه بقى العلاج لهذه الحالات؟ الحالات جديدة أو زي ما ذكرت الأكيوت دي لازم تروح مراكز سموم. الناس اللي هم نسبة المعادن في جسمهم بسيط أو خايفين من أساسه يجي لهم تسمم بمعدن الزئبق، الناس دول يسمعوني كويس قوي ويركزوا، مهمة قوي نتناول الآتي. أول حاجة الكزبرة الخضراء أو الكزبرة الجافة المطحونة، ودي تناولتها في فيديو سابق بالتفصيل. الكزبرة الخضراء عاملة زي المغناطيس بتجذب هذه المعادن وتخرجها بره الجسم. الكزبرة الخضراء ممكن نعمل منها عصير يوميا، كوباية عصير كزبرة يوميا، هتخلصنا من كل المعادن الثقيلة مش بس الزئبق اللي هي بتترسب في أعضائنا وبتأثر عليها. تاني حاجة مهمة قوي الكولوريلا. الكولوريلا ده بيحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل بيت، وموجود في صورة كبسولات وموجود في صورة بودر. ممكن نستخدمه في صورة البودر، نص معلقة صغيرة من الكولوريلا نضيف ليها كوباية مية ونقلبها كويس ونشربها كل يوم كل يوم الصبح، هتساعدنا على التخلص من المعادن الثقيلة. أو في كبسولات ممكن ناخد 2 كبسولة يوميا من الكولوريلا عشان تساعدنا على التخلص من سموم المعادن الثقيلة وبالذات الزئبق اللي هو بيدمر الجهاز العصبي كله. أيضا من الحاجات المهمة قوي شرب المية بالليمون بصفة مستمرة، على الاقل 3 كوبايات ميه بليمون، كوبايه ميه نعصر عليها نص ليمونه. الحاجه المهمه ايضا طبق السلطه الخضراء مهم جدا جدا، اللي بيحتوي على الخضروات الورقيه الخضراء وبيحتوي على 7 ألوان، بيحتوي على زيت زيتون وليمون، وحلو قوي كمان لو ضفنا له توم. كل اللي انا قلته المكونات انا قلتها دي كلها بتساعدنا على التخلص من معدن الزئبق وبتمنع تراكمه في جسمنا بحيث ما يوصلش الى السميه، ولو بدا يحصل لنا سميه بتقللها. الحاجه المهمه ايضا البروبايوتيك. ايه البروبايوتيك دي؟ البروبايوتيك هي البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه دي موجوده في الالبان المخمره كلها، زي لبن الزبادي، زي الكفير، زي الرايب. كل الالبان دي بتحتوي على البكتيريا النافعه اللي اسمها لاكتوباسيلس. البكتيريا دي بتدخل الجهاز الهضمي، تزود البكتيريا النافعه في الامعاء وفي الفم، فبتساعدنا على التخلص من هذا المعدن من الفم ومن الامعاء وبتطرده خالص خارج الجسم. الحاجه المهمه ايضا مكملات غذائيه مهمه قوي زي فيتامين سي الطبيعي 1000 ملي جرام قرص يوميا بالنسبه للكبار، بالنسبه للاطفال ليهم نقط وليهم جامي وليهم ادويه شراب بتحتوي على فيتامين سي. دي مهمه قوي 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 نحرص نديها لاولادنا ونحرص ان احنا نتناول فيتامين سي كمكمل غذائي.
ايضا فيتامين اي كمكمل غذائي بمعدل 400 وحده يوميا مهم جدا الحرص على تناول. ايضا مهم جدا تناول حاجه اسمها حليب الشوك. حليب الشوك او الميلك ساسل ده خلاصه نبات طبيعي بيحسن وظيفه الكبد عشان يساعد الكبد على التخلص من المعادن الثقيله الموجوده فيه والمعادن الثقيله الموجوده في الجسم كله. فحلو قوي الميلك ساسل ده او حليب الشوك موجود في مصر باسم السيلمارين او سيلمارين بلس. حلو قوي ناخد منه كبسولتين يوميا هيساعدنا على التخلص من هذه المعادن الثقيله. الخلاصه ايه؟ مهم جدا جدا الحوامل يتجنبوا الاسماك اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الزئبق ولو عندهم حشوات معدنيه يتخلصوا منها ويتجنبوا الحشوات المعدنيه اثناء الحمل. نخلي بالنا من الادويه اللي احنا بنتناولها لان في بعضها بيحتوي على نسبه من الزئبق. مع تمنياتي بالصحه والعافيه للجميع والسلام عليكم.